رغم الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به تونس على مستوى القارة الإفريقية والذي يمكنها من أن تصبح قاطرة لدعم التعاون الاقتصادي الإفريقي نحو القارات الأوروبية والأسيوية، إلا أن المبادلات التجارية بين تونس ودول القارة الإفريقية ما زالت ضعيفة ولا تستجيب لتطلعات الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال. مبادلة تونسية نحو القارة الإفريقية ما زالت ضعيفة، كي نقول القارة كاملة 10% فقط مبادلتنا، ولكن افريقيا جنوب الصحراء هي 2.4% اللي هو رقم ضعيف وضعيف جدا، والمؤسسه التونسيه والاقتصاد التونسي بامكانه انه يرفع هذه المبادلات الى اكثر 4 و5 و6% نحو افريقيا جنوب الصحراء، ولما لا الى 20 و30% نحو القاره الافريقيه. احنا اعضاء في عديد من الاتفاقيات الافريقيه، يعني الاليات القانونيه موجوده، وبالتالي فما امكانيات لتطوير التجاره والصادرات التونسية نحو السوق الأفريقية. ولدعم مجالات التعاون بين تونس وبقية دول القارة الأفريقية على جميع الأصعدة سيما الاقتصادية منها، تبحث جمعية قدماء معهد الدفاع الوطني في آليات تطوير استراتيجية التعاون التونسي الأفريقي. هو موضوع دورة 39 على إذن سيد وزير الدفاع لدارسي معهد الدفاع الوطني لقيام بدراسة استراتيجية حول الموضوع هذا. دونك ما هي على السنوات القادمة موقع تونس، ما هي الخطط العملية اللي يلزمنا نقوم بها من أجل تأمين حضور اقتصادي دبلوماسي، حضور سياسي، حضور لإشعاع تونس في إفريقيا. إشعاع الاقتصاد التونسي في السوق الإفريقية يتطلب وفق المتدخلين آليات متعددة، أبرزها تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وتطوير السياسات العمومية الوطنية في هذا المجال. ما هو مطلوب؟ هو صياغة استراتيجية وطنية تأخذ بعين الاعتبار نقاط القوة ونقاط الضعف لتونس، وتحاول أن تستغل نقاط هذه القوة لتعزيز علاقاتنا مع هذه القارة اللي احنا جزء منها. نقص شوية الغطاء السياسي، التواجد الدبلوماسي، البنوك التونسية تكون أكثر يعني متواجدة في الأسواق هذه، قانون الصرف يقع التنقيح متاعه، وخاصة الجانب اللوجستي يلزم تدعيم كبير، وحقيقة يعني الحكومة التونسية مطالبة أنها تتلهى بالجانب اللوجستي نحو القارة الإفريقية لدعم المؤسسة التونسية للولوج لهذه الأسواق الهامة. كما دعا المتدخلون في هذا الملتقى إلى ضرورة مراجعة العلاقات الثنائية مع كل الدول الأفريقية وتنقيح الإطار القانوني لحماية المستثمرين ودفع التبادل التجاري بين تونس ودول القارة الأفريقية.